بكيس واحد انفخي خدودك وسمني وجهك، ولو حابة كمان تسمني ايدك، ولو فيها عروق بارزة هتقدري تخفيها لانها من الوصفات اللي بتسمن بسرعة جدا، بتسمن الوجه والخدود واي مكان عايزة تسمنيه. وصفة رائعة كمان بتبيض وبتشد التجاعيد، من احلى الوصفات اللي بتدي نتائج سريعة. حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوني متابعة علشان يوصل لكم مني كل جديد. كل اللي انت هتعمليه هتجيبي الخميرة الفورية، واهم حاجة في الوصفة لازم الخميرة تكون نشطة، يعني تكوني استخدمتيها كتير في المخبوزات ونشطة معاكي وبترفع معاكي العجين، لان لو الخميرة خملانة الوصفة مش هتجيب معاكي نتيجة. تمام كده؟ هتاخدي بقى معلقة من الخميرة، ده لو انت عايزة تسمني الخدود بس، هتاخدي معلقة من الخميرة عليهم معلقتين من الحليب الرايب او اللبن الرايب، وتبتدي تخلطيهم وتحطيهم على اي مكان عايزة تسمنيه، ده لو عايزة الخدود بس. لكن لو عايزة الخدود وتسمني الايدي هتعملي ايه؟ هتاخدي معلقتين وعليهم 4 معالق من اللبن الرايب، هتدهني بقى على اي مكان. وعايزة اقولك بتسمن في خلال 3 ايام، وصفة رائعة ومجربة ومضمونة.